اهلا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من الباكستيج. تعالوا نشوف عناوين حلقتنا. مشروع لون بلدك بالحياه يتذكر التي لونت بلدنا وعالمنا بالموسيقى والحريج الراحله ريم بنا. افتتاح مساحة فنية جديدة بمبادرة الفنانين وسيم خير وشادي أبو جبل في حيفا. منتج موسيقي وملحن يزيد سعدي ضيفنا بالاستوديو للقاء خاص حول مشروع الجديد انسياب. من الناصرة عرفناها وفي الناصرة ودعناها، حملتنا بصوتها وغنتنا وغنت للحرية، للمستضعفين، للثورة والحب. السبت الماضي في ساحة العين في وداع غزالة فلسطين، الفنانة ريم بنا تجمعوا محبي ريم وتذكروها، بكيوها، فرحوا بأغانيها، وبالأساس شكروها على الأثر اللي تركته، أثر الفراشة لا يزول. ريم باعتقادي لم تكن صوتاً شجياً فحسب، إنما كانت أيضاً علامة من علامات هذه المدينة في الموقف وفي المبدأ. من منا ينسى صمودها في إضرابها عن الأسرى في عام 2011 في هذه الساحة تحديداً؟ من منا سينسى ثباتها دائماً في قول الموقف، في طرح الرأي، في وحدة تقرير مصير هذا الشعب؟ لقد كانت عاشقة فعلاً لفلسطين، معطاءة جداً لشعبها ولفنها. أقل ما نستطيع تقديمه هو الصمت ومواصلة الحب والعشق لما أحبت لفلسطين وللناصرة ولجميع القيم العامة والشاملة التي تدعو للمحبة والحياة بكرامة، لتدم ذكرى ريم ولتبقى موسيقاها. حتى يتامانا أبوهم غائب. الحاضرين هن شباب صغار اللي هن يعني أنا بشوف فيهن دائماً المستقبل، بشوف فيهن إنه استيعابهن لحالة ريم الفنية المقاومة، أغانيها هذا دليل انه عندهم رغبه في حمل هاي الرساله، الرساله اللي هي كانت تبثها من خلال اغانيها يعني. وبعدين هذا الجيل انه يسمع اغاني سياسيه فلسطينيه عن المقاومه بكل الطرق، عن هذا النوع من الثقافه والتثقيف لجيل راح يكون يحمل شعله المستقبل. لازم نعمل شيء لريم، لازم نستذكر ريم، لأنه ريم بتستاهل ونستذكرها. وحبينا نعطي كمان فرصة للناس اللي بتحب ريم تقدر تتواصل معها عن طريق أنها تضوي شمعة أو عن طريق أنها تكتب صورة والأشياء نعطيها لأهلها. وطبعاً كمان عم نزرع ورد، اللي كمان ريم كانت كتير متعلقة بكل ما يختص في الأخضر وبالطبيعة، فكمان عم نزرع ورد وعم نعطي الناس كمان رسائل نزرعها مع الورد. هذا الهدف الأول من البرنامج، نستذكر ريم لأن ريم بتستاهل. والهدف الثاني كمان برنامجنا إنه كمان نوصل صوت، إنه احنا في عنا فنانات وفنانين هون موجودين في الوسط العربي ولازم نعطيهم حقهم ونكرمهم قبل ما يتوفوا. ريم بنا فنانة لا تتكرر، حضورها وصوتها وانا كفنانة تأثرت من لون واداء وشخصية وهوية ريم بنا كفنانة في بداياتي. يعني حبيت ريم بنا كهوية، كالتزام، كحتى لباسها. ريم بنا عن جد فقدناها يمكن جسدياً، بس هي موجودة في ذاكرتنا. وأنا كفنانة كتير تركت بصمة كفن محلي في بلادنا في عرب 48. وأردتني يأساً يعيش بلادتي. افتتاح مساحة، مشروع إنتاج فني وخلق مساحات إبداعية مستقلة بمبادرة من الفنان وسيم خير وزميله شادي أبو جبل. حفلة الافتتاح قبل أسبوع كان موسيقى وموسيقى وكان موسيقى. هيك إشي أكيد بروحش عم رسلنا روني. أهلاً
المساحة بالنسبة لي بالأساس لإلي وسيم أجت من الحاجة. أنا بالآخر ممثل ومخرج بالأساس، ممثل مستقل ومنتج مستقل، اللي كل الوقت كنت أدور على أماكن اللي أقدر أتدرب فيها، أقدر أبني فيها المشروع الفني تبعي، ولاقي في عدم توفير لهاي الأماكن وعدم توفير لهاي المساحات. من هون إجت الفكرة تبعت الحاجة، تبعت إنه يكون في مكان اللي هو بيخليني أقدر أنتج بأقل معاناة كمستقل، هاي من جهة. ومن جهة ثانية كل الوقت حلمت انه بحاجه يكون في هذا البيت، هذا البيت اللي بيشكل هويه معينه، هويه ثقافيه فنيه اللي انا بآمن فيها. بالاضافه انه التقيت بشريكي اللي هو شادي، لقيت في شخص اللي هو كمان بآمن بنفس المكان، بآمن بنفس الفكره، بآمن بنفس الخط، عم بدور كيف ممكن يكون في مكان اللي بيوفر من خلاله امكانيات لفنانين مستقلين، ومن خلاله بيقدر ينتج المشاريع الفنيه المستقله اللي هو بآمن فيها، اللي انا بآمن فيها، واللي احنا اثنين بنآمن فيها مع بعض، لما هي بتخلق وليده شراكه معينه او وليده مشاركه معينه تعال نسميها. مش أنا من طاقم متطوعين مساحة، اللي هو عمليا كم من شخص أصدقاء مساحة تنقول، اللي آمننا بفكرة مساحة، اللي هو عمليا مشروع إنتاج مساحة جديدة في البلد، اللي هي إنتاج مشاريع فنية ثقافية فلسطينية محلية بالبلد. فشفت حالي جزء لا يتجزأ من المشروع، حبيت الفكرة، حبيت الشباب جدا جدعان وبستاهلوا الدعم، فشفت حالي هون. أنا هون في مساحة اليوم أولا لأن دعوني، سبتاً أنا عن جد بأمن بهذا المشروع بالفكرة تبعته. بالأساس رح أعمل، حاول أقدم موسيقى قديمة، الفنك العربي اللي كان يتقدم بسنوات السبعينات والثمانينات، وهالموسيقى من هذا العالم يعني. حيفا عم تشهد ثورة ثقافية بسنين الأخيرة، عم بيكون فيها مساحات كل وقت جديدة وجديدة، ومساحة جدد كثير بهاي المساحات الموجودة، بوجود مساحة مفتوحة اللي فيها منصة، الشيء الأساسي فيها المنصة والفن، مش الفن كأي شيء مكمل يعني. مساحة اليوم أسست أول صندوق عربي بالداخل الفلسطيني لدعم منح إنتاجية مادية للفنانين المستقلين. هذا أول صندوق عربي بتأسس بالداخل الفلسطيني، آخر الشهر هذا مع بداية الشهر الجاي رح ينطلق هذا الصندوق، يعلن عن هدول المنح للفنانين الفلسطينيين في الداخل اللي هن فنانين مستقلين. وجود مساحات وفضاءات للموسيقيين بغض النظر عن إيش هي، إن كان بار، مسرح، مطعم، أي محل بيعطي مجال للموسيقى إنه يعبر عن موسيقى، يعبر عن فنه، يعبر عن كل إشي جواه، بآلته، حتى مش بس موسيقى، بنحكي عن الشعر، بتحكي عن أي نوع من الأدوات التعبير عن الذات. هذا إشي كتير مهم، وهذا إشي كتير ناقصنا في البلد، وكل ما زادت هاي الأماكن كل ما صار في انعكاس إيجابي على الشارع، على المجتمع، لأنه بالآخر المجتمع بده يجي، بده يفرغ طاقة، يعني مش بس الموسيقى بده يفرغ طاقة، الموسيقى الإنسان العادي برضه بده يفرغ طاقة، المجتمع بده يفرغ طاقة، وبيلاقي بالمساحات هاي الموجودة، منها بالآخر المساحة في حيفا، بيلاقي محل جديد يفرغ عن طاقته فيه، إن كان موسيقي إن كان الجمهور نفسه. المنتج والموسيقي يزيد سعدي ضيفنا بالاستوديو للقاء خاص حول مشروعه الجديد إنسيا. موسيقي، منتج في المسرح والموسيقى والسينما، ومؤسس وكالي للممثلين العرب، في الفترة الأخيرة يعمل على مشروع جديد تحت عنوان إنسياب، مشروع موسيقي يستضيف موسيقيين من العالم وبنظلمها جولات في أنحاء فلسطين.
اهلا فيك يزيد سعدي في الباكستيج. اهلا فيك يزيد. اهلا ربا. ورح نبدا في محطتك الفنيه الاخيره انسياب، بدنا نطلب منك تعريف عن المشروع. انسياب هي عباره عن مجموعه تبعت فنانين، مجموعه تعاونيه اللي كيف ما مسموع الاسم انسياب، يعني هيك عم بيصير الاشي بس بانسياب بدون تفكير اكثر من لازم. المقصد يعني بانسياب فيش اشي مخطط له؟ لا فيش، يعني بديش اقول لك انه فيش اشي مخطط له، بس الاشي جاي من القلب اكثر من ما يجي من العقل، يعني فالواحد بيعمل ايش بحس اكثر من ايش بفكر. وشو هذا المشروع؟ مشروع للانتاج الفني، ممكن يكون بالموسيقى، ممكن يكون بالمسرح، ممكن يكون بالسينما، ممكن يكون باي نوع من الفن، كل شيء بمجال بالضبط. وممكن يكون يعني في مجموعه شباب حوالينا اللي هي كلياتهم فنانين مثقفين، او ممكن يعني ممكن يكون اي حدا، مش شرط حدا اللي جاي من هذا العالم، مش شرط الحدا اللي جاي من هذا العالم، يعني هذا محل اللي بعطي فرصه، هذا محل اللي مش بس بعطي فرصه وكمان بحاول انه يعني يفيد ويستفيد من الكفاءات الموجوده. حلو. فكل حدا اللي عنده طاقات ايجابيه يعني مرحب فيه بهالمشروع هذا. طب يزيد، ناس من العالم الفن وناس مش من عالم الفن، وكيف التقوا؟ كيف صارت هالفكره؟ بفكر انه بدون تخطيط، عن جد بدون تخطيط. انسياب كمان بالضبط، والحلاوه انه من الاول انه يعني هي اختلاط بين عالم من الفن ومش من الفن، بالمقصد يعني بالشغل نفسه، بالعمل نفسه، فيش حاجه انه نحط حواجز. قصدك انه اللي بده يفوت يشتغل بهذا المشروع مش شرط يكون فنان، شرط انه يكون بده يعمل شيء لهذا المشروع، ويجي بالطاقات الصح وبال، مش بس طاقات ايجابيه كمان، يعني من ناحيه يعني كل حدا اللي بيقدر يلاقي خانته وين هو بيقدر يفيد فيها، ف موست ويلكم. ايوه يعني كيف اذا بنفع اكثر تحديد اكثر تشرح لي من ناحيه التفاصيل، كيف بيشتغل هذا المشروع؟ كيف يعني اسه اعطيني شرح كامل اذا بنفع. بيشتغل كثير على الصدف. يعني وين تبلش؟ تعال نبدا وين تبلش؟ يعني يمكن اول مشروع انسياب فكر انه كان مع مخرج برنامجكو محمد خليل. اها والله. وكيف وايش ايش الخليل ايش الاخراج اللي كان وقتها؟ كنا شغالين على موسيقى اللي هي برضو بالانسياب مع فرقه مسرح اللي جاي من فرنسا، جايين نعمل مسرحيه عن نكبه. اها. والتقينا واللي بيشتغل مهن على الساوند يعني بتسحبنا كثير يعني، وبقول لي انه عنده عده تسجيل اللي هي يعني متنقله. حلو. قلت له طب يلا تعال عندي على البيت. فاجى عندي على البيت ودعينا اكمل موسيقي، وحتى الموسيقى اللي كانت هناك اللي هي موسيقى بغيابك ما كانش شيء اللي هو ملحن، كل موسيقي اللي هناك كان يشتغل بارتجال. بعد الارتجال يعني شغلنا انا وياه اكثر من ناحيه انتاجيه، برضه كان في هالدمج هذا بين الصوفي الشرقي والتاتش الفرنسي، وكان في كمان ممثله من اللي كانت هناك كمان مجرد اجت تحضر التسجيلات كمان انا يلا قومي ايش بدي اعمل مش ايش بساوي، قلت لها ايش حاسي المغني عم ايش، حتى ما ترجمت لهاش كلمات سعيد طربي اللي غناها، بس قلت لها ايش حاسي من المعنى جاوبي، وبالفعل يعني عملت سبوكن وورد، وبعد ما فهمنا ايش عايش هي حكت وعايش سعيد كان عم بغني، فلقينا انه مشترك كان موضوع الغياب، ومن هون اجت الفكره والاسم، فكره بغيابك وبالانجليزي ان يور ابسنس. حلو. وشو اهداف هذا المشروع؟ يعني حتى مثلا اسا كيف بتوجهوا لكم؟ يعني حد بتوجهوا لكم الفنانين والمبدعين اللي بدهم يعملوا انتاج معين، يعني بيعرفوا انه يتوجهوا للعنوان؟ خلينا نقول انه في عندي تجربه مش بطاله بالمره بهذا المجال، كان في تجربه اللي اشتغلت فيها بشركه وورد ميوزك ببلجيكا اسمها زيكزاك وورد. قد ايه فتره؟ كانت اكثر الشغل فيها على مشاريع. مش شغل ثابت، كل مره في جوله عروض
كان شغلي معهن كتور مانجر اللي فيها عمليا احنا كنا مختصين بالموسيقى الأفريقية. والله فنستقبل فرق أفريقية شباب أغلبها كانت بالنسبة لها تجربة أولى بريت أفريقيا كل إشي جديد لإلهن. ووظيفتي كانت تور مانجر، وظيفتي كانت مسؤول عن تطورهم خلال هالجولة هذه. فمن هنا كمان انكشفت لهالعالم الساحر تاع موسيقى العالم، موسيقى او موسيقى الشعوب. وكيف كانت التجربه مع الافريقيه، مع الموسيقى الافريقيه؟ اول شيء الافارقه نفسهم طبعا مع كل الافكار المسبقه الموجوده عندنا، بس رائعين ولا اطيب من هيك. بعدين بشوف انه هن انخلقوا انه يكونوا مبدعين وعلى المنصة. حلو. الإيقاع عندن بخلقوا مع الإيقاع في مجال الموسيقى. صح. أنت يعني خلقوا الجاز كمان. يعني مجال الموسيقى والأضواء، بس الإيقاع يعني مزود فيهن موجود. وجاي لسبب، لأنه هن بتعاملوا مع كل إشي من خلال الجسم ومن خلال الإيقاع، فحتى ولكل إشي في رقصة. يعني حتى عندن من الطفولة الأم تحمل الولد بنوع زي كيس، وحتى اذا في جنازه في رقص بالجنازه، في رقص حتى معين بالجنازه. فالاطفال بتشربوا الايقاع من يعني من اول ما يخلقوا. والافريقيين معروفين بالرقص بطريقه هائله يعني. بالضبط، مش جاي بالصدفه، وهن متواصلين جدا مع جسمهن، وهذا واضح. يعني حس اللي هو يمكن حس جدا اساسي اللي احنا يمكن كمان عم نفقده مع كل التكنولوجيا الموجوده عندنا. طب يزيد، انا بدي ارجع للاهداف. احنا انت ذكرت في بدايه الحديث انه بكبير يعني في هدف انه انت تستفيده وتفيده 100%. بدي اطلب منك هيك تشرح لي اكثر. طول ما الكل متعاون والكل مستفيد هذا بيخلق win-win situation. طول ما الكل مبسوط فأنا مبسوط، هني مبسوطين. انت عايزك تفتح مجال لناس اللي تعرض فرق اللي تشتغل طبعاً. يعني مجبور يعني أحكي هالملاحظة مثلا من تجربتي بأوروبا بهالمجال حكيت لكم عليه. يعني حسيت الفرق البسيط الموجود بيناتهم بين العقلية الأوروبية وبيناتنا كفريق شغل؟ لا، من أي ناحية؟ يعني كطريقة تعامل مع الطاقات الموجودة قدامهن. يعني هن بالنسبة لإلهن هقل موهبة بنموها وبرعوها وبدعموها وبحسسوا لقبالهن إنه يعني عندك إشي، إنه عندك إشي. بينما عندنا بعرفش ليش بس العكس تماما، في احباط، ويمكن الاحباط جاي من الوضع العام. فكرش يعني بتامل انه مش هيك دائما كان للاسف. بس ممكن الواحد يكون جدا موهوب وعنده كفاءات، بس بتبلش من مثلا جمل زي طعمي خبز الفن، شو بدك تساوي؟ روح اعمل لك شغله. كنا حكينا فتره بحلقه سابقه اللي حكينا بالضبط على النقطه، انه كثير التوجه للفن كشيء اللي بيطعميش خبز وممكن يكون شيء اكثر جانبي. للاسف سو بطعمي خبز، ما بس خبز مش بس بتروح تشتري خبز يعني. فبس على ليلة تاني نتخلى عن اي جملة. اسمع، اذا انت مبسوط بايش عم تعمل وبس بتاكل خبز بفكر رح تكون مبسوط، مش ضروري. والمي ببلاش، بالاخر الفن غذاء للروح. صحيح. طب بدي اسألك، كيف ممكن يغني الفن المحلي المشروع هذا اللي عم تعمله؟ كيف حسب رأيك؟ أنا بفكر إنه كل واحد بيجي باللي شوي اللي عنده، ونقطة على نقطة يعني بصير بصير بحر. فكل واحد بيجي باللي شوي اللي عنده. وإحنا إذا بنطلع على المشهد الفني المحلي، إذا بنطلع على آخر 10 سنين، يعني كتير حلو كيف من أول ما شفت رجعت من برا وعم بشوف بشكل ملموس التطورات اللي عم بتصير هون. فإذا كنا 100 واحد، بعد بسنة صرنا 200، وبعد بسنتين صرنا 400، وبعدين صرنا 1000، وهيك عم بصير. مع إنه في مشهد بديل اللي هو ما زال نوعا ما صغير، بس هو مش صغير من ناحية الإحصائيات ومن ناحية النمو والتطور تبعه. حلو. ف
يعني هاي مدعاة للتفاؤل وانا بطبعي متفائل. طب قول لي وين راح يكون في عروض ومين الفرق او الموسيقيين اللي راح تشتغلوا معهم؟ اوكي عروض راح نبلش بحيفا، راح يكون في محل اسمه المنجم اللي هو كمان خلينا نسميه المنجم، هو كمان مختبر ثقافي مستقل. صحيح. فكمان يعني احنا حريصين على انه كل القاعات اللي نكون فيها راح تكون قاعات عربية فلسطينية، ورغم انه مرات بيجيش الاشي بصلحنا لانه في محلات تانية اللي هي مهيئة يعني اسرائيلية اللي هي قاعات كبيرة ومهيئة وفيها ساوند وفيها. كيف كانت التجاوب مع هاي المحلات يعني؟ الصراحة أكثر من رائع. والصراحة مع كل المشروع يعني أنا نفسي عم بتفاجأ لأنه عم تفتح كتير باب. حلو. يعني في دعم وفي تجاوب عالي. وعم بصير في يعني حتى بعدنا مش يعني بهالمشروع هذا بشكل محدد يعني بعدنا مش بلشين يعني الجولة الأولى، وعم بصير في كمان إذا ما تقول كمان فرص اللي عم تيجي من بريد البلاد. يعني خلينا نسميها باب عم تفتح. حلو. وإيش عرض أول إذا بنفع تحكينا عنه؟ شو كيف إيش راح يكون؟ بعدنا مش عارفين. بعد ما فيش بعدنا يعني إحنا كل النقطة هي إنه إحنا أولا نتعرف على موسيقى وثقافات الشعوب. حلو. يعني العملية الهدف كمان هو إنه نفتح العينين تبعتنا على كل الثقافات ومنها نستثمر ونطور اللي عندنا. أيوة. بطريقة معينة. وطبعاً يكون هذا كمان يعني محل تواصل بيننا وبين الشعوب، وإحنا ما نكونش مقوقعين بحالنا وما نكونش مقوقعين بقضيتنا. صحيح. لأنه صح يعني قضيتنا الفلسطينية يعني يمكن أكثر قضية عادلة. بس في قضايا تانية بالعالم مع انه احنا يعني مجبورين نكون فخورين بانه تحولنا لرمز للنضال. وشو بعد حيفا؟ حيفا بدكم تبلشوا من حيفا؟ بعد حيفا حيفا مكملين على الناصري. اهلا وسهلا. انا من الناصري. انت من الناصري معناته في الكوت. قالوا لي كمان في يمكن تكون عروض بالبقيعه، ما بعرفش اذا بالجوله الجاي. خلص تمام. بالناصري راح يكون محل اسمه تشيلو، محل جدا جميل. تشيلو ايوه. سابقا كان اسمه صدفه. ايوه. وانا بحب المبنى اللي هناك وبنفكر انه راح يكون رائع. بنفس الوقت راح يكون مختلف عن حيفا. بكل محل رح نعرض فيه رح يكون له طابعه الخاص. في كمان نقطة كتير مهمة بس اللي حبيت أحكيها، إنه اللي عم بيصير بحيفا من ناحية ثقافية وكيف حيفا تحولت لعاصمة للثقافة عنا رائع ممتاز وجميل جدا، بس بسواش إشي إذا بنتشرش لباقي المدن والقرى. وما فيش حاجة إنه ينتشر بنفس الطريقة، كل مدينة أو قرية تيجي بطبيعها وبشخصيتها بلونها بالتنوع تبعها 100%. طب تعال نعمل شغلة عن الشكل، ننقي خمس مراحل من حياتك ما نحكي عنها شوي يعني كل مرحلة نسمع منها. نطلع لإشي جديد إسا تغيير جو. هاتا نشوف عكا نطيت أول إشي عن السور ولا ولا دقيت على الجيتار؟ انا حنس اول كل واحد اللي خلق بعكا مش بنعدش عكا وغير ما ينط عن السور، فهذا الشيء مزبوط اصلا ولا صح ولا؟ يعني اولا بعكا عشان تاخذ الجرين كارد العكاوي مجبورة تنط من السور، وانا بعترف هون على التلفزيون اني ما نطيتش. لا 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 اذا كان انا بس برا هالبرنامج هذا برا الحلقه هاي طالعين جماعي كلياتنا. لا انا نعطي بعد فرصه، انا بدي كلياتنا ناخذ الجرين كارد. انا بتفرج. ممتاز ممتاز. بس هذا حاجز لازم اكسره. بحب انه انط عن السور وبوعدكم انه رح انط. والعزف بما انه انا هيك جبت عن طريق مزحه نطيت عن السور ولا عزفت، انت كنت تعزف من وانت صغير يعني؟ تعلمت كيف الموسيقى بلشت معك؟ تعلمت من جيل صغير بيانو، بفكر انه البيانو اعطاني اساس موسيقي ممتاز. المنيح بالبيانو انه بعد ما تتعلميه بعطيكي يعني باقي الالات، بعطيكي الفهم الموسيقى او كمان بطور لك دانك. فباقي الالات
بتصير أسهل إنك تتعلمي عليها وتعزفيها. بجيل 15 بفكر هون يعني تعرفت على الجيتارة وقعدت بحب الجيتارة وبفكر إنه هي كمان غيرت لحياتي موسيقيا يعني ما كنتش لأنه أخذتني لمحلات ما كنتش متوقعها. في شيء أدفع الجيتارة من البيانو يعني من ناحية إحساس قصدي إنه في شيء أنا معقول هذا الإشي شخصي بس بحس إنه الجيتارة كفي إشي أدفع ناحية مشاعر يا يعني إنه هذا إشي شخصي بعرفش بس ممكن جدا بس طبعا أولا بتعلق بالعازف فممكن نأخذ جيتارة ونعزف إحنا اتنين نفس المعزوفة وتطلع مختلفة تماما أكيد. والحلو بالعزف إنه كل واحد بيطلع مع الساوند الخاص فيه وما فيش ساوند يعني اثنين ينسمعوا زي بعض مزبوط زي البصمة. بس أفكر أنا يمكن ما أخذ هذا التشبيه لأنه دائما لما أصحاب وشي اللي بيطلعوا بيسهروا بيقعدوا بمحل أو بالبحر أو كذا فدائما إذا في حدا بيكون جاي معه جيتار فإنه إحنا عنا الجيتار هي ولا إشي ولا مرة حدا جاب معه البيانو بتخيل إنه غربي كمان بس لا إنه عشان هيك الصورة عنا إيجابية إنه يعني دائما فيها قعدة أو فيها إشي هذا هو هي يمكن من هنا جاي التشبيه معناته يمكن الكلمة الدقيقة أكثر هي الجيتار حميمية أكثر من من البيانو مجرد انها هي صغيره وهي ممكن تكون بيناتنا بينما البيانو شيء كبير تحملوا انتم الشباب البيانو على البحر انا استغربت كيف ولا مره طب انا بدي انتقل لمرحله بس ما كنتش بستقل بالبيانو اكيد لا طبعا 100% عن جد بتعلم بتعلق مين عم بيعزف وشو عم بيعزف اكيد البيانو له مكانه الرائع اكيد بدي انتقل لمرحله اللي انا كمان بتخصني بطريقه معينه وهي يمكن أفكر من أكتر إذا مش أكتر أغنية انشهرت بالبلاد بطلت إلي إسلم إنه عم تقول إنه أنا هذا حاجة أخرى مرة هذا حسب اعتقادي كمان ومجبورين نحكي قدام المشاهدين إنه الملحن تاع الأغنية الرائعة اللي الكل بيعرفها بطلت إلي هو يزيد يمكن أنت أول ناس تعرف بهالموضوع لأن دائما أنا يعني كيبولو بضلني ورا الكواليس من هاي الناحة بس إنه أيوة لحنتها بس بفكر إنه قد ما اللحن طلع جميل بفكر إنه مع الكلمات والكاتب خير فودي بفكر أيوة. إنه يعني كانت الضمة هي إجت عمل متكامل بينجو بطريقة رائعة بالضبط كثير حلوة الأغنية وبصوت المغني سهيل فودي ونقطة مهمة إنه طبعا واحد من أسرار نجاحها هي الأغنية هو إنه تستفيدوا من اللي بتركوا من الناس اللي بيستمروش يعني بالعلاقات تبعتهم بطلت إلي أنا من النوع إنها كتير ناجحة معناته اللي تاركيني كتار فمفروض إنه أنتوا تنبسطوا كل حدا بترك يلا راح يسمع الأغنية ويطر على هي نوعا ما تحولت للنشيد الوطني للمنفصلين بالضبط يعني متأمل إنه يكون في وراها لحن غناي اللي ترجعهن مع بعض يلا طلعوا على خير هي محطة مهمة بحياتك بطلت إلي؟ بفكر أكيد بغض النظر يعني بالنسبة لإلي بطلت إلي وكأنها تحولت لإلي تحولت لك كل شيء بطلت إلي تحولت لإلي بس إنه لا بنكرش إنه بطلت إلي لها فضل كبير علي طب وعن فرقة زمان بهمني أعرف ليه بطلوا فعالين يعني بعد نجاح ليه بالضبط أنا مش متابع كتير لأنه تركت قبل كم من سنة أنا بفكر إنه هني بعدين فعالين وبتأمل إنه يضلن فعالين فرقة زمان بعدين فعالين يجددوا كل الوقت هني بعدين فعالين يمكن مش بنفس الإطارات اللي احنا موجودين مش نفس الضجة اللي كانوا يسووها من قبل بس فرقة زمان بعد ما زالوا يعني وانت بتلحن غير الأغنية بطلت إلي انت بتشارك معهم بتلحين كنت أشارك معهم تنو احنا انفصلنا عشان هيك يعني عشان هيك بطلنا سمعنا عن فرقة زمان لا ما بفكر انه يعني مغني سهيل فودي رائع طبعا وبتمنى له كل خير يعني وعن جد بتأمل انه يضلوا هيك اكيد طب يزيد هل في مبادرات فردية لك انت بمهرجانات او بمشاريع فنية كموسيقي ايوه كلمة عنها كموسيقي وكأني اخذت استراحة طويلة من الموسيقى
لدرجة انه يعني ما كنتش امسك الجيتارة يعني دي. صار مش عارف صابني زي حاجز مع الموسيقى بسبب ظروف معينة ولا بسبب لا يعني يمكن شوي لفترة معينة فقدت الشغف وأنا بن آدم اللي بحاجة لشغف بحياتي اللي حركني فظاهر أنه كنت بحاجة لهالاستراحة هاي الطويلة وإس هيك عم من جديد عم برجع أمسك الجيتارة وأتعرف عليها من جديد يعني بس أنا موسيقي يعني بالفطرة يعني فهو هذا المحل أنا جاي منه معقول نسمع بما أنه عم برجع عن جديد عن أغنية الرجوع أنه رجعت إلي أغنية جديدة يلا هاي الفكرة الأغنية الجديدة واحد منكم تمام انبسطنا فيك يزيد ضيف شرفتنا إذا بتحب توجه كلمة للمشاهدين في الباكستيج جمهور الباكستيج أيوة. أو مشاهدين يعني أنا متأمل أول شيء إنه يضلن يشاهدوك وإنتوا ويجي يشاهدوا أشياء تانية زي جولة العروض اللي بدنا نسويها من 3/5 ل12/5 بحيفا بالناصري بيافا بكفر ياسيف وبرم الله وعلى فكرة والمفروض يكون كان في كمان عرض سادس بس فضلنا إنه نلغيه ومحله يكون راح يكون في صديق عزيز علي بقدرش اقول اسمه فنان كبير بس اتجوز ونحتفل فيه مع الفرقه الموسيقيه بالطبيعه عنصر التشويق يعني وانتم بكل لكم دعوه شكرا كثير كثير لك انا بسطت معكم شكرا لك يا زيد تشرف وبالنجاح بكل شيء بتعملوا تسلموا كثير تسلموا ولكم كمان شكرا. وصلنا لنهاية كمان حلقة من الباكستيج احضروا العروض ورح نرجع نشوفكم عن قريب باي باي.